المعيشة بها ذوق على الراج، والدار من يوم تتكدر مشاربها، مال المعيشة بها ذوق على الراج، ما تدمع العين اللي لها سبايبها، أما وقف عوفها عله ونكاج. التحية تأتيكم مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أينما كنتم، نرحب بالشوط الرابع عشر في مجموعة أشواطنا في هذا اليوم المخصص لفئة اللقاية. نرحب بشعار محمد بن خميس بن هندي على مقدمة الشوط، وهو يتقدم مبدعا ومسرعا إلى ناموس هذا الشوط. إذا أعطوك المجال عاد الجماعة اللي وياك انك ترتاح بالمركز الاول يا ابو منصور. الله مؤمن وامان هذيلا اللي مشاركين عندكم. واللعب الثاني سعيد بن الصغير بن قنون، والمركز الثالث شعار بن مرخان، هذا سهيل بن مبارك بن مرخان مع المتحد. المركز الرابع سعيد بن سهيل بن دليوي ياخذ عجيب، واحمد بن راشد المحرمي في المركز الخامس مع براق. نقله تاليه على المركز السادس، هذا شعار بن رويه، هذا شعار محمد بن فاهم بن رويه الاجتبي. استعد يا الاجتبي استعد، هذا الشوط ترى فيه يعني صراع، فيه يعني تحدي، فيه ما فيه من قوه. ناخذ نتاخر يا بن معدن، انتهينا من سته. ناخذ المركز السابع، ناخذ المركز السابع ونشوف منوع المركز السابع. هذا شعار علي بن مايد بن ثاني بن بليشه، هذا سبق وانه انتصر، احذروه سبق وانه خلاه يموت. المركز الثالث من خاطر ولكن نشوف. روح 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 معرق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ابوس خشمك. الله الله ابوس خشمك. الله الله، لا بحول هناك بحول مره، هو انا بوسه على خشمه وبنحط الزعفران. اعطونا زعفران هناك يا سمير، بنوصي سمير هناك، بنسوي له تليفون في ميدان المرموم، بنقول له بيك سراب ان شاء الله في المرموم عقب كم من شهر هناك، وكرمهم مادة الزعفران، كرمهم مادة الزعفران، يستاهل. بياخذ سيارة نيسان جديد، بياخذ نيسان جديد في المرموم، وبياخذ نيسان في الوذبة، وبياخذ بيك اب في يسمونه في اللبسة، وبياخذ أيضا في الزيد نيسان، وبياخذ في الشحانية نيسان. يعني نياسين ما شاء الله، خمسة نياسين. تهانينا لسيف بن علي بن كريب على المركز الاول، الثاني بن دليوي، والمركز الثالث بن خاطر الشامسي هذا، والمركز الرابع بن سرداح، الخامس بن الهناوي، والسادس بضبيعه، السابع بن رشيد، الثامن بن قنون، التاسع وسالم بضبيعه، والعاشر بن دحروي، وال11 بن هندي. وهذه النتيجه هكذا.